هذا لأنك طعم من عندي، فما نعرفش من عنده أو من عندي. ده من عندي إن شاء الله. تفضل. صوتي واضح. إذن على بركة الله ننطلق في هذه المناظرة وفي هذا المجلس. بداية اسمحوا لي أن أرحب بزملائي المحكمين والمحكمات المتواجدون معنا. معنا المحكم محمد خبليل، وأيضا المحكم حمدوني حسن، وأيضا معي من لجنة التحكيم المحكمة هبة المجرحي. وفي إدارة هذه الجلسة وتيسيرها سأتشرف بإدارة هذه الجلسة أنا أميرة نوري. نص هذه القضية الذي نجتمع عليه اليوم يقول: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات. يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات. معنا في فريق الحكومة، وبداية بالحكومة الافتتاحية، المتناظرة أزهار الفويرس، ومن ثم المتناظرة عائشة محمد بإذن الله تعالى، وفي الحكومة الاختتامية المتناظرة غادة الكاديكي والمتناظر صقر عبد الله. أما في المعارضة الافتتاحية فلدينا المناظرة منى سميو، وأيضا المناظرة هناء المريمي، وأخيرا وليس آخرا في المعارضة الاختتامية المتناظرة آية، والمتناظر عمر الصغير أيضا من ضمن المتناظرين في هذه المناظرة. إذن على بركة الله سيكون في هذه المناظرة التي ستجري بمبنى البرلمان البريطاني، وسيكون لكل متحدث 7 دقائق و15 ثانية لإلقاء خطابه. بداية أود سؤال الزميل حمدوني: هل يتوفر لديه مؤقت كما كان في المناظرة السابقة حتى نستطيع الاعتماد عليه أثناء المناظرة؟ كوتش حمدوني. بس طب شو وضع عندك يا كوتش؟ تمام، حنشغل المؤقت من عندي حتى يكون 7 دقائق و15 ثانية لكل متحدث بإذن الله أثناء هذه المناظرة، باعتبار أن حمدوني صوتك مش واضح، مش عارفة هل لديك المؤقت زي المرة الماضية أو لا؟ مرة ثانية قبل أن أبدأ. الآن أستمع لك جيدا. نعم تمام. نعم لحظة، الجرس هيك واضحه؟ مرة ثانية الجرس. نعم واضح واضح. نعم، فبإمكاننا أن أنت بعد تمسك لنا مؤقت خلال هذه الجلسة إذا. تمام تمام، بعون الله يا كوتش. بعون الله. إذن على بركة الله ستسمعون أيها المتناظرون والمتناظرات رنة الجرس الأولى معلنة عن بدء وقت الانتخابات، وهي بعد الدقيقة الأولى من إلقاء الخطاب، ثم تستمعون إلى رنة الجرس الثانية وهي بعد قبل الدقيقة الأخيرة من وقت انتهاء الخطاب معلنة عن انتهاء وقت الخطاب، وستسمعون قرعتين للجرس معلنة عن انتهاء وقت الخطاب وتبقي 15 ثانية لكم، ومن ثم قرعا متواصلا معلنة عن انتهاء وقت الخطاب المحدد لكم وهو 7 دقائق و15 ثانية كما أوضحنا. إذن على بركة الله ننطلق في هذه المناظرة والتي نتمنى أن نرى فيها حماسا ونرى فيها خطابات نارية كالمناظرات التي سبقتها من كافة المتناظرين والمتناظرات. وعلى بركة الله ننطلق بداية مع خطاب رئيس الحكومة، فلتتفضل مشكورة. أوكي، هل صوت واضح؟ نعم صوتك واضح أزهار. إننا هنا نتناظر اليوم حول رؤية المجلس التي يتضمن فحواها بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. أنا رئيسة الحكومة أؤكد وبشدة موالاتي لهذا النص أنا وفريقي. وبداية لكي نوضح تعريف الكلمات المفتاحية لهذا النص: مخاوف الأمن القومي، أي أن الأمن القومي هو عبارة عن مفهوم حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات معينة
المخاوف كما هو متعارف عليها أي الخشية. التبرير هو عبارة عن أعذار وأسباب تبدو مقنعة ومنطقية، أما التقييد فهو عبارة عن الإخضاع لقيود وضوابط معينة. الحريات المدنية هي عبارة عن الحريات التي تشمل حرية تكوين الجماعات وحرية التجمع وحرية المعتقد وحرية التعبير، وبالإضافة إلى ذلك الحق في التنقل وحق حمل السلاح وأيضا الحق في الخصوصية. إذن إن هذا المجلس يرى بأن الخوف الناجم من تدهور الحال داخل أمن الدولة يعتبر سبباً منطقياً لإخضاع الحريات المدنية السابقة الذكر للتقييد بضوابط محددة. سأتحدث أنا رئيسة الحكومة من جانب واقعي تطبيقي، وستتحدث زميلتي نائبة الرئيس من منطق حجة يتمثل في مبررات تقييد هذه الحريات. بداية لعلنا نوضح المسار الذي من المفترض أن تسير عليه المناظرة ومدى جدوى تأييدنا لهذه المقولة وصحتها. إن الضرورات تبيح المحظورات، وإن الغاية تبرر الوسيلة. إن الحريات المدنية تعتبر من أسمى حقوق المواطن وأشدها أهمية، والتي يجب أن يتحلى بها كل شخص بالغ عاقل راشد كامل للأهلية. إنها حقوق يجب أن تضمن لجميع الأشخاص، وأن يكون بالإمكان للجميع أن يمارسوا هذه الحريات بلا تمييز، ولكن في النطاق الذي يجعل هذه الحريات تسير في مسارها الصحيح، ويجعل هذه الحريات لا تكبد عناء يفوق القليل من إيجابها أنذاك. إن النص هنا يتحدث عن التقييد لهذه الحريات، هل يعتبر هذا التقييد مبرراً أم لا؟ وهو بطبيعة الحال يعتبر كذلك. لماذا؟ إن الإجابة تكمن في ذات نص المقولة في الشق الأول منه، وذلك للمخاوف التي يتكبدها الأمن القومي، إذ أن هذا التقييد مبرر نتيجة لأسباب أدت إلى تبريره، وهي المخاوف، أليس وضعاً مستتباً وأموراً في غاية الطمأنينة ودولاً تعج بالكساد العام المحلي من الشوشرة، وقررنا طبقاً لهذا أن نقيد هذه الحريات، بل إننا قررنا تقييدها مبررين ذلك التقييد بالمخاوف التي تعج أمننا القومي كمسبب له. عند ترك الحريات المدنية دون تقييد، هذا سيسبب في زيادة نسبة المخاوف من زعزعة الأمن القومي، وبالتالي هذا بدوره سيؤدي إلى أن الإنسان سيؤدي إلى أن الإنسان يفقد باقي حقوقه سواء كانت مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية وغيرها. بالتالي إن الأصل الذي ندور عليه هو المحافظة على الأمن القومي للدولة، الذي سيتحقق بشكل أكبر عن طريق التقييد لهذه الحريات المدنية، وذلك للمحافظة على سيرورة الإنسان وحفظ باقي حقوقه. إن المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية للحقوق والحريات أوضحت بأنه يجوز التقييد في حالات الضرورة، الحالات التي يجوز فيها مخالفة ما نصت عليه هذه الاتفاقية الأوروبية من حقوق وحريات. لعلنا نرى ما هي هذه الحالات التي يجوز فيها التقييد: في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد الأمة وأمنها القومي، وبطبيعة الحال هذا هو الذي يدور عليه رسم مناظرتنا اليوم. إذن يجوز أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا كانت تقوم بتهديد حياة الأمة وأمنها القومي. أيضاً لدينا في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات المدنية تنص على الآتي: إن ممارسة الحقوق في حرية التعبير يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود التي تحمي أمنها القومي. ونحن نعلم بشكل واضح بأن حرية التعبير من أسمى حقوق وحريات المواطن المدنية، ولكن نرى أنه تم تقييدها، وهذا التقييد نراه قد حدث فعلا في ظل جائحة كورونا في العديد من الدول التي قامت بالفعل بتقييد حرية التعبير. أظهر وباء كورونا المستجد اختلالا في تحقق الأمن القومي بمفهومه الواسع في الدول العظمى مثل أمريكا، بريطانيا، وليس فقط في الدول المتواضعة الإمكانيات والبناء. شكرا لك، إن أسافني الوقت. مما أدى إلى تقييدها لحرية التعبير، مبرر ذلك إن أثار اختلال الأمن القومي بمفهومه الشامل لا تقتصر على الدولة ومكانتها، ولكن تتعداها إلى المجتمع وإحساس الأفراد. فمثل هذا الارتباك، ولا سيما إن طال، يلقى بظلاله على مجمل القيم المجتمعية. فضعف الثقة في الدولة وقدرتها على مواجهة الإخطار وفي مقدمتها الصحية يربك المنظومة الأخلاقية والشعور بالسلم الاجتماعي،
ويترك المجال واسعاً لحالات من الفوضى المدفوعة بالأنانية الضيقة والقلق على المصير، وهذا نراه في الأخبار التي كانت كاذبة بشأن الوضع الوبائي أدى بها إلى نشر الذعر والخوف في نفوس المواطنين، وهذا ما صرحت به قناة الجزيرة. ونرى أيضاً عندما نشبت العديد من الحروب، منها هجمات 11 أيلول سبتمبر والهجمات اللاحقة على الحرب على الإرهاب، مارست الحكومة الأمريكية استثناء على الحريات المدنية الأساسية وجعلتها مقيدة، وسنت قوانينا لتنظيم حرية التعبير لخدمة الأمن القومي، وقامت بالكثير من الإجراءات التنفيذية المباشرة للتقييد من الحريات بعد الحرب في أفغانستان والعراق، وأيضا وفق هذا ما كانت مصرحت به صحيفة الحرة. لربما يدور تساؤل في ذهن الحاضرين والمتناظرين من الفريق المغاير، لماذا قررنا تقييد الحريات المدنية دون سواها؟ وذلك ببساطة لأن الحريات المدنية قانونياً، لعلنا نضع خطوطا حمراء تحت هذه الكلمة، تعتبر حريات نسبية وليست مطلقة، ولذلك كان القانون في صفنا معلنا إمكانية تقييدها وفق الحالات التي ذكرناها أعلاه. وأظنها نقطة واضحة صريحة مفصلية لا يضاف بعدها حديث، أي إنها موضحة أننا نؤيد ونعلم بأن الحريات المدنية حريات يجب أن يتحلى بها كل المواطنين، وأننا ناصرها بكل ما أوثينا من قوة. ولكننا هنا أتينا لنرى هل أن هذه الحريات المدنية حريات يجب أن تمارس في ظل المخاوف التي ارتكبتها الأمن القومي أم لا؟ بطبيعة الحال لا يمكن، بل يجب وضع استثناء لكونها حريات نسبية ليست حريات مطلقة، لا يمكن وضع استثناء عليها. ولقد دللنا بذلك على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات المدنية، ودللنا ذلك أيضا بالمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية للحقوق والحريات. شاكرة إياكم حسن استماعكم، والسلام عليكم. شكرا لرئيس الحكومة على الإدلاء بخطابها في زمن قدره 7 دقائق و19 ثانية، نشكر لك هذا الخطاب. وندعو الآن زعيم المعارضة للإدلاء بخطابه، فليتفضل زعيمة المعارضة. هل أنت في الاستماع؟ صوتي واضح؟ نعم صوتك واضح. أسعد الله العقول التي تنصت إلينا والتي لا تقتنع إلا بالبرهان والمنطق، وحيا الله الفرق التي تناظر بالأدلة السليمة والحجج القوية. سلام الله عليكم جميعا. كفريق معارض جئنا اليوم لنعارض نص قضية مفاده يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. موقفنا المعارض من هذه القضية هو إثبات عكسية الأهداف النبيلة المنبثقة من هذا التقيد، هادفين بذلك إلى إقناع الحكومة بتغيير هذا المسار نحو مسار آخر أكثر فاعلية، وذلك ضمن استراتيجية واضحة سأتناول فيها أنا كمتحدثة أولى القضية من جانب حرية التعبير وإساءة استعمال السلطة، وزميلتي ستأخذكم إلى أساس ومرتكزات الأمن القومي والمسار الصحيح الذي يجب أن تسلكه الدولة. وقبل أن ننطلق إلى الكلام السليم والأراء السديدة، دعونا نعلق على نقاط سطحية تفضلت بها الحكومة، والتي استفتحت خطابها بأن هذا التبرير هو انعكاس لتلك المخاوف، وأن حالات الأزمات هي حالات الأزمات وحالات الحروب يجب من باب أولى أن يتم فيها تقييد الحريات، بينما نحن نرى بأن هذه الحالات تحديدا يجب أن تسمع فيها كافة الأصوات، وأن ما يربك المنظومة الإخلاقية والأنانية التي تحدثت عنها هو التقرير بهكذا قرار. وفي حجتي تفنيد ضمني لما تفضلت به الحكومة، في حجتي أقول بأن تقييد الحريات المدنية بحجة المخاوف المرتقبة والتي تتمس أمن الدولة القومي ما هو إلا استغلال مفسد للسلطة وتكميم للأفواه وتمهيد للديكتاتورية. فرق شاسع يا سادة بين عملية التقييد وبين مسألة الضبط. مضمون هذه المصطلحات تختلف في تفاصيل كثيرة، حيث أن دلالة الأولى تخدم طرفا دون النظر لغيره، مقارنة بالثانية والمتمثلة بالضبط والتي تنظم وتسير المسألة بكيفية عادلة للجهتين. ولمزيد من التوضيح أقول
نحن كفريق المعارضة لا نرفض فكرة ضبط تلك الحريات، بل ونشجع عليها كونها تخدم المصالح التي تقوم عليها الدولة. مثلا نرفض الحريات التي تحتوي على التحريض والكراهية باعتبار أن أثارها على الفرد والدولة عكسية، بالتالي يلزمنا الضبط لا التقييد. المفترض يا كرام والمنطقي أن يكون هنالك سن وإصدار لقانون يضمن سلمية العلاقة بين الطرفين، بين الشعب والسلطة الحاكمة، وذلك بكيفية منطقية لا يخالف فيها الاثنين الصلاحيات العامة المعطى لهم. لاحقا، أي أن الدولة لا تتدخل في حرية الأفراد، ولا الفرد يستغل الثغرات الموجودة ليصدر عنه ما يضر بصالح الدولة وصالح أمنها. أما إذا ارتأيتم كحكومة التمسك بموقف تقييد الحريات بحجة التخوف على الأمن القومي، فإننا هنا كمعارضة نبشر الفرد والدولة بما لا يسره، ونهنئ السلطة الحاكمة بالوصول إلى مبتغاها بقرار ظاهره طيب ومحتواه خبيث. أفسر لكم أكثر فأقول إن تقييد الحريات المدنية التي يجب أن يصدع قولها وتظهر مطالبها بحجة الأمن هو تكميم للأفواه وحجب لحرية التعبير، واستغلال مفسد من قبل السلطة الحاكمة لتسيير قراراتها الغير منطقية في كثير من الأحيان. وهذا الاستغلال لن يكون على قصير الأمد وحسب، بل سيستمر إلى أبعد من ذلك، وذلك لغاية التحول من دولة ديمقراطية إلى ديكتاتورية محتمة. لاحقا، منطلقنا يا أعزاء ناحية المعارضة هو منطلق شرعي وإخلاقي، وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يضمن حرية التعبير وإيصال الأصوات التي تعد جزءا لا يتجزأ من الرأي العام. برؤيتكم هذه، كيف للأغلبية أن توصل صوتها لحكومتها أولا، ولشعبها ثانيا، وللعالم كافة، خصوصا في حالة الحرب والنزاعات التي تكلمتم عنها؟ بقراركم هذا أنتم تقللون من شأن الفرد ورأيه، ولا تجعلون أي مساحة للتنفس والمعارضة. السيدة منى، هل أنتم في الاستماع لها أو قطع الصوت من عندها؟ ما فيش صوت يا أمير. إذن في انتظار المتناظرة منى للعودة، يبدو أن انقطع عندها الإنترنت. كم من الوقت تبقى لها كوتش حمدوني؟ الوقت اللي ألقت فيه خطابها لحد الآن 4 دقائق و30 ثانية. إذن يتبقى لها قليل من الوقت لاستكمال. ننتظر قليلا ممكن أن تستطيع العودة. ذكرت في الشات أن تم إزالتها، ممكن في خطأ. أي الباين أن صار خطأ بسيط هيك، فإحنا وقفنا التايمر الآن بانتظارها ترجع علشان تكمل خطابها، مدام مش من الإنترنت. رجعت إن شاء الله تكون معنا أميرة، رجعت منى موجودة. لحظة بس. إذن منى، هل أنت في الاستماع لنا؟ منى منى، إذا كنت في الاستماع نحن في انتظارك. حاليا قبلتها كذا، أعتقد أنها معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بعودتك يا منى. إذن منى انقطع عليك فأكملي من
من حيث تبقى لك من عمر خطابك مضى 4 دقائق و30 ثانية، وهذا يعني أن تبقى لك 2.5 دقيقة أو أكثر، فبانتظار أن تكملي خطابك في هذا الوقت يا منى، تفضلي. إن شاء الله. إن كانت سلطة الحاكمة منحرفة عن مسارها فنحن هنا سنمتنع عن الحديث في هذه المسائل التي تخصها بحجة حماية سيادة الدولة والمحافظة على أمنها القومي. هذا هو صريح ما يتحدثون به فريق الحكومة، وكأن السلطة هي المدركة والواعية وهي الأجدر بذلك، أما البقية فلا شأن لهم، وهذا بعينه استغلال مفسد للسلطة ونقلة من دولة الحريات إلى دولة القمع والحجب. أعزائي، لقد حددت المقولة بكلمات مفتاحية أبرزها الأمن القومي والذي تركز عليه حكومتكم، وهو في ذات الوقت ذات أهمية للشعب، ويحق له التحدث والتكلم عن أمور تمسه وتخدم صالحه. الأجدر بالحكومة أن تتبع المساق الذي انطلقنا به في بداية خطابنا والذي ستثريه زميلتي من بعدي، هذا إن كانت فعلا راغبة في حماية أمنها وسيادتها، أما إن كانت ساعية لحماية سلطة أفرادها الحاكمة ومصالحها التي تضر قبل أن تنفع فلن تقبل طرحنا هذا، وستزيد التمسك بأفعالها التي تحمل تفسيرا واحدا وهو التمهيد للدكتاتورية، وهذا ما نرفضه خصوصا في توقيت حساس واستثنائي، توقيت الصراعات والأزمات التي تمر بها الدول الكبرى والصغرى وإن كانت على درجات متفاوتة. مثال على ذلك سريعا، مصر عندما فرضت قانون الطوارئ الصادر بحجة حماية الدولة والحفاظ على سيادتها وحق الدولة في التضييق على حرية الشعب. الهدف الظاهر من هذا القانون لم يتحقق، رغم أنه مؤقت استمر لمدة 4 سنوات وهو يحمي السلطة الحاكمة في تلك الدولة، وهذا تلبية لرغبات السلطة. فهل هذا هو التوظيف السليم الذي جئتم به؟ هل هذا هو التوظيف الحقيقي لتقييد الحريات بمساعي الأمن القومي؟ والله إننا لا نتعجب من ذلك. ختاما، جئت أنا كمتحدثة أولى من فريق المعارضة بحجة تتمحور حول ضرورية حرية التعبير للإصلاح وعن الاستغلال المفسد من قبل السلطة الحاكمة لهكذا قرار، وعلقنا على امتداد الأثار السلبية لهذا القرار، وحرصنا على أن يكون منطلقنا مما سبق شرعي وإخلاقي. هذا ما كان لديك متحدثة أولى، شكرا لكم على حسن وطيب الاستماع. إذن نشكر زعيم المعارضة المتناظرة منى سميو على الإدلاء بخطابها في زمن قدره 7 دقائق، ونشكرها على الاحتحاق بها ثانية. سيد حمدوني، 7 دقائق و3 ثواني. 7 دقائق و3 ثواني، شكرا لك. إذن نشكرها على الإدلاء بخطابها في زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني. نذكر مرة أخرى بنص مقولة هذا المجلس، والذي تقول: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات. إذن بعد أن استمعنا إلى خطاب رئيس الحكومة وزعيم المعارضة، نأتي الآن إلى الاستماع لخطاب نائب رئيس الحكومة المتناظرة عائشة، فلتتفضل. عائشة، هل أنت في الاستماع؟ عائشة؟ عائشة، هل أنت في الاستماع؟ هل هي متواجدة معنا سيد معاذ في عائشة؟ عائشة متواجدة معنا إن شاء الله، قاعدة في الجروب يعني. عائشة، لو تستمعين لنا، حان الآن وقت إلقاء خطابك. عائشة، نائب رئيس الحكومة. عائشة، عائشة، هل أنت بالاستماع؟ عائشة،
عائشة غير موجودة في قائمة الاتصال، شكلها طلعت. شكرا لك آية. إذن سيد معاذ يبدو أن عائشة ليست موجودة في قائمة الاتصال. اضطروا تبوا تحاولوا معها تكملوا ولا قصدي بنكملوا المناظرة يعني بدونها يعني. للأسف كان أزهار تبي تكمل الخطاب ولا حاجة عندها تبي تعطي كانها يعني. والله أزهار مش موجودة في الميتينج حاليا، ولكن هي أونلاين على الفيسبوك. بعت لها قلت لها تبعتي حجتك؟ قلت لي لا طبعا أيضا ما فهمت يعني هي أونلاين فمفترض. دقيقة بس يا أزهار حجتك. إذا سيد معاذ أنا تواصلت مع عائشة قالت حتى تدخل دقيقتان بس يعني، فخليك جاهزة معنا لو دخلت ننطلقه، إذا لم تدخل للأسف أن احنا حنتغاضى عن هذا الدور، وأنا نحاول قدر الإمكان أن نكلم فيها. أنا أيضا تبعت الخطاب لأزهار. خلاص موجودين إن شاء الله، نستنانا تطليقين إن شاء الله. إن شاء الله.
ألو ألو تسمعوا فيه أصلاً الصوت ما فيش صوت نحسب في خلل لا لا في صوت عزيزتي غادة ونسمع فيك بس احنا احدى المتناظرات وهي عائشة زعيم نائب رئيس الحكومة عفوا في انتظار انها هي تدخل لتلقي خطابها صار لها انقطاع في الانترنت فاحنا قاعدين الان في انتظار عودتها مرة اخرى اعتقد ان الوقت خلاص اصبح يداهمنا يعني فما نعرفش عائشة تعرف دخلت او لا سيد معاذ هو فعلا مشرف الضيب صراحة ربي يكون في عوننا لا ما خشيتش ما زاد يعني بنضطر أميرة بنكمله يعني للأسف يعني غيرها لأن وقت يدهمنا زي ما قلتي بالضبط إذن لا أعلم أزهار هل لديك رغبة في إدلاء خطاب استكمالي لخطابك أعلم صعوبة الموقف عليك خاصة أنك يعني لم تسلمي أي شيء من الحجة التي من المفترض أن تقولها زميلتك في الفريق هو في شيء حالياً أنا مجهزة حقيقةً وجهدت إن الخطاب يوصلني ولم يصل فأنا حنحاول نجتهد ويكون ارتجالي ما نعرفش يعني حتى مدة الخطاب كم حتكون حيكون الموضوع شوية استثنائي فعموماً حنجعل الأمر استثنائي وانت جدا إن شاء الله عزيزتي بإذن الله فأولاً نشكرك على هذا الموقف و كم تسمنا لك من الوقت حتى تستطيعين أن تلقي هذا الخطاب لا مانع لدينا فتفضلي عزيزتي إذن فيما تسمنا لك من وقت وما لديك أيضا من معلومات تودينا إضافتها في نص هذه القضية تفضلي هو حيكون ارتجالي ارتجالي فأعتقد أنني مش وقت أنني نجهز عموما استكمال الخطاب الآخر أننا هنا نتناظر استئنافا حول رؤية المجلس الذي يتضمن فحواها بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية بداية سأقوم بتفنيد ما جاءت به رئيسة المعارضة قالت بأن هذه الحالات حالات الضرورة وحالات الحرب والحالات التي تمس بالأمن القومي يجب أن نستمع فيها إلى كافة الأصوات ولا أعلم من أين المصدر الذي قالت به بأننا يجب أن نستمع إلى كافة أصوات إذ أن القانون في حد ذاته لقد فرض في ظل هذه الحالات الاستثنائية قوانين استثنائية تتسم بشروط معينة وهي أن هذه الحالات يجب أن تكون ضرورية وأن تكون محددة المدة ويجب أن تكون في حالات تمس بأمن الدولة وأمنها القومي بالتالي هنا يجب أن نستخدم قوانين استثنائية بالتالي لا يمكن سماع كافة الأصوات وقالت بأننا يجب أن نفرق بين المفاهيم وبين الكلمات وبأن كلمة ضبط لا كلمة ضبط يجب أن نستخدم كلمة ضبط وما إلى ذلك أريد أن أقول لها ما الفرق أساساً بين كلمة ضبط وكلمة تقييد الضبط معناه الحزم والفرض بالقوة والتقييد هو وضع شروط للممارسة بالتالي إن هنا أن النص هنا يتحدث عن التقييد إننا هنا سنريد أن نقيد هذه الحريات بشكل جزئي إلى أن تزول هذه المخاوف التي تعوج بالأمن القومي وقالت بأن التكليم للأفواه واستغلال هذا الأمر سيؤدي إلى استمراره إلى مدى أعلى من ذلك أريد أن أوضح لها بأن القوانين الاستثنائية في حالات الطوارئ يجب أن تكون محددة المدة وبالتالي لن تكون هذه القوانين لن تستمر أعلى من ذلك ولن تكون قوانين أصلية بل هي ستظل قوانين استثنائية تطبق فقط في حالات استثنائية ولقد قالت بأن السلطة أو كأن السلطة هي المدركة والواعية وهي التي تقرر هذه الأشياء نعم إن السلطة هي السلطة المدركة والواعية لأن المواطنين باختلاف تشعباتهم وباختلاف آرائهم وباختلاف نظرتهم للأشياء لا يمكنهم سن قوانين من الممكن أن تحب الأمن القومي ضربت مثال على مصر وقانون الطوارئ وقالت بأن هذا القانون لم يجدي نفعا ولكنها لم تعطي بأي مصدر على هذه المعلومة ولقد قالت بأننا يجب أن نركز على أن المناظرة تدور حول الأمن القومي ولكن يا عزيزتي إن المناظرة تدور حول مخاوف الأمن القومي شكرا لك بالتالي يجب أن نفرق بأننا لا نتحدث عن الأمن القومي بشكل كامل ولا نريد تقييد هذه الحريات بشكل مطلق إننا فقط نريد تقييدها بشكل نسبي نتيجة للمخاوف التي تعوج بهذا الأمن عموما سأنتقل الآن إلى الحجة الاستثنائية نحن نعلم بأن من الحريات المدنية أيضا حرية التجمع وحرية التظاهر بالتالي حرية التجمع وحرية التظاهر تعد من أبرز الأدوات التي تتيح ممارسة حق حرية التعبير
حسناً، ولكن للممارسة لهذا الحق يجب أن يتم وضع قيود، هذه القيود يجب أن تكون معينة يمكن اتباعها حتى نتمكن من ممارستها. مثال على ذلك، لدينا مثال وهو مثال المثليين. لقد نعلم بأن المثليين وشيوع المثليين لقد شاع كثيراً في الشهرين الماضيين في الكثير من المجتمعات، وظهروا المثليين ينادون بحقوقهم، وأيضاً كثير من الماركات، شكراً لك، من الماركات العالمية والقنوات أصبحت تناصرهم. هذا الأمر أدى إلى تكوين نوع من المخاوف على الأمن القومي، خصوصاً هذه النسبة تزداد في المجتمعات المحافظة، إذ أن هذا الأمر يجب أن يكون فيه تقييد حتى لا يكون هنالك مساس لحرية أو حق الخصوصية. بالتالي هذا هو المقصود من أننا نريد تقييد بعض الحريات المدنية التي تمس بمخاوف الأمن القومي. هذا مثال، يجب أن يكون هذا التقييد هو عدم مساس أحد الأطراف بحق أو خصوصية الطرف الآخر، وأننا هنا لا نناصر هذه القضية، ولكن هنا نناصر أمن الدولة في حد ذاته. وبالتالي أيضا كما قلنا أن الحق في حق التجمع والتظاهر، يجب أن يكون حق التظاهر وحق التجمع مقيد في الحالات أو الشعوب أو المدن أو الدول التي تكون هناك فيها خراب، بالتالي إن كانت هذه المظاهرات غير سلمية وغير مقيدة ومحددة بضوابط، هذا الأمر سيؤدي بدوره إلى زيادة تكبد عناء المخاوف في هذا الأمن القومي، وهذا ما جئنا إلى المنادات به وما جئنا إلى إثباته. إننا هنا نريد تقييد الحريات المدنية النسبية، لا نريد أن نقيد الحريات المطلقة مثل حق الإنسان في العيش وما إلى ذلك، هذه حريات لا يمكن تقييدها، ولكن حرية التعبير، حرية التنقل، مثال على ذلك حرية التنقل في جائحة كورونا، العديد من الدول قامت بقفل مطاراتها. لماذا قامت بقفل مطاراتها؟ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى نقل العدوى من دولة إلى أخرى. بالتالي عندما قامت بتقييد حرية التنقل أدى هذا الأمر إلى كبت الوباء في مرحلته الأولى التي تعد من أخطر المراحل. وعندما تم دراسة هذا الأمر بشكل أكبر وتم دراسة هذا الأمر ووضع تدابير احترازية يمكن التعامل معه، تم الإفراج عن هذه القيود، لأن المخاوف في هذا الأمن القومي قد زالت. وبالتالي هذا الذي نريد أن نوضحه من مناصرتنا لنص القضية اليوم، بأننا هنا نناصر الحريات المدنية النسبية التي يمكن تقييدها إلى حين زوال غيمة المخاوف التي تعج بالأمن القومي. شاكرة إياكم حسن استماعكم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً جزيلاً للمتناظرة أزهار الفويرس، والتي أدت دورين خلال هذه المناظرة في ظل تغيب رفيقتها وزميلتها في هذا الخطاب، وعلى هذا التحدي والتميز الرائع الذي كانت به. أنهت أزهار في وقت وقدره زميل حمدوني 6 دقائق. إذن 6 دقائق أنهت فيه خطابها. شكرا لك أزهار مرة أخرى، والتي لعبت دور نائب رئيس الحكومة. والآن ننتقل إلى سماع خطاب نائب زعيم المعارضة المتناظرة هناء، فلتتفضل متناظرة هناء. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عزيزتي. صوتي واضح؟ صوتك واضح، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. سادتي لجنة التحكيم، سيدي مسير الجلسة، زملائي من كلا الفريقين الموالاة والمعارضة، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جئنا اليوم لنتناظر حول نص قضية هامة مفاداها يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. أنا بصفتي نائبة زعيمة المعارضة أؤكد على موقف فريقي المعارض لنص المقولة، وأؤكد على ما قالته رئيس زعيمة المعارضة حيث أوضحت بأن هناك فرق شاسع بين التقييد وبين مسألة الضبط، وأن عملية التقييد تجر الدكتاتورية واستغلال السيء للسلطة، وذلك لأنه يؤدي إلى تكميم الأفواه وكبت الحريات بحجة الأمن القومي. وقبل الخوض في الحديث عن حجتي، اسمحوا لي أن أعرج على ما قالته رئيسة الحكومة ونائب والدور الذي لعبته في نائبة رئيسة الحكومة، حيث تحدثت الأول عن أن الهدف
الهدف من عملية التقييد هو الحفاظ على المجتمع. أختي العزيزة، ألا تري بأن إذا كان هدفكم هذا هو الحفاظ على الحفاظ على المجتمع، كان من المفروض أن يتم التركيز على المرتكزات الأساسية للأمن القومي بدلا من التركيز على التقييد الحريات التي لا تجدي نفعا من تخفيف مخاوف الأمن القومي، بل على العكس في الأمد البعيد والأمد القريب تزيد من مخاوف الأمن القومي. أيضا تحدثت بأن الحريات المدنية بأنها هي حريات سامية ولا يمكن المساس بها، إلا إن هذا القرار أو لا تري بأن هذا القرار يمس ويضيق عليها بشكل كبير. أيضا تحدثت إذا كانت السلطة الحاكمة هي المدركة والواعية، أو بمعنى نعم هي المدركة الوحيدة والواعية، كان من المفترض أن هي تركز على المرتكزات الأساسية بدلا من استخدام سياسة تكميم الأفواه. هذا أيضا تحدثت أن عملية التقييد هي عملية استغلالها واستخدامها في عمليات بمعنى في عمليه البقاء المده اطول للسلطه الحاكمه. سادتي، ان عمليه تقييد الحريات المدنيه لا تحقق الهدف المنشود، الا وهو الحفاظ على الامن القومي، ولا يقلل من مخاوف الامن القومي، وذلك لان عمليه تقييد الحريات المدنيه تصنع سلطه دكتاتوريه تسعى الى تحقيق مصالحها الذاتيه مستغلة لتلك الأهداف النبيلة، وهي المحافظة على الأمن القومي من خلال تكميم الأفواه وكبح حرية الأفراد المجتمع، مما يؤدي هذا الكبت إلى تزعزع الأمن القومي مثل ما حدث في الدول العربية قبل ربيع العربي. جيد، وبالتالي يتضح لدينا بأن تقييد الحريات المدنية لا تعد مبرر للمخاوف الأمن القومي، لأنه قد تستغل بشكل يهدد الأمن القومي للدولة. لذلك لابد من التركيز على تعزيز جوانب الأمن القومي الأربعة لتخفيف تلك المخاوف، حيث قال الدكتور علاء عبد الحفيظ في كتابه عن الاحتبارات الأمنية والممارسات الديمقراطية إن تتمثل التهديدات الأمن القومي، لاحظ إن تتمثل التهديدات الأمن القومي في استغلال جوانبه. جيد، أي إن هنا ليس عملية تقييد الحريات هي من تخفف المخاوف، إن إذا كانت المسبب الأساسي لتلك المخاوف هي الجوانب الأساسية، عندما تكون تلك الجوانب أو أحداها أو جميعها ضعيفة هنا تهدد الأمن القومي ويزداد معدل الخوف. فبالتالي هنا نحن عند القيام بعملية المعالجة نعالج السبب، لا أن نأتي ونضع حجة أخرى ونقول بأنها ستخفف أو ستساعد أو تبرر مخاوف الأمن القومي. والجوانب الأربعة هي الجانب الأول متمثل بالجانب الاقتصادي، في حين الجانب الثاني متمثل بالجانب الاجتماعي، والجانب الثالث الجانب العسكري، ومن ثم الجانب السياسي. الجانب الاقتصادي، هذا الجانب يهتم بتحقيق مستوى رفاهية الشعوب ورفع التنمية في المجتمعات، حيث المجتمعات التي تتمتع بوضع اقتصادي قوي تحقق نوعا ما لديها قوة في أمنها القومي، وذلك باعتبار أن التخلف الاقتصادي والوضع المنهار اقتصاديا من أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي. إذا كانت تلك الحكومة تسعى أساسا للحفاظ على الأمن القومي، فمن الأجدر أن ترتكز على الجانب الاقتصادي والنظر فيما إذا كان هذا الجانب الاقتصادي يحتاج إلى تعزيز وتقوية فتعزز وتقويه، لأنه هو من أحد الجوانب الهامة. ويتم قياس هذا الجانب من خلال ماذا؟ درجة الفقر، الناتج المحلي الإجمالي، الفروقات في توزيعة الدخل بين طبقات، نسبة البطالة، كذلك جودة الخدمات العامة، وقياس معدلات الاستهلاك مقابل معدل الادخار. جيد، أما بالنسبة للجانب الاجتماعي يتم قياس هذا الجانب من خلال مستوى جودة التعليم والصحة والإدارة، وفيما إذا كانت هناك خلل في العملية التركيبة الاجتماعية. جيد، فبالتالي هنا عندما تكون هناك مستوى التعليم أو أنه عندما يكون هذا الجانب قوي، هنا يكون لدى الشعب درجة الوعي لديه يعني بمعنى كبيرة، فبالتالي هنا لا يمكن للجهات الخارجية أو أطراف تود زعزع أمن القومي للدولة، لا
يمكنها القيام بعملية التدخل وبث الفتنة فيما بين إذا كان لديهم ارتفاع في درجة الوعي وتوفر لديهم السبل للعيش الكريمة. فما سبب حدوث ثورة 17 من فبراير؟ ألا وهو تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كذلك لاحظ الجانب العسكري، إن من أهم التحديات للدولة في حالة هجوم خارجي على الدولة لابد أن يكون لدى الدولة تعددية مصادر السلاح، لا أن تعتمد على مصدر واحد. كذلك تلاحظ الطبقة الاجتماعية داخل بنية الجيش وخلفيته الاجتماعية. أما بالنسبة للجانب السياسي، يتمثل هذا الجانب بالاستقرار السياسي وضعف ومدى مشاركة ومدى المشاركة الشعبية في النظام السياسي. وبالتالي من خلال التركيز على هذه الجوانب بالتوازي، لاحظ ليس التركيز على جانب ترك جانب آخر، بالتوازي جيد، يكون الأمن القومي للدولة قوي. كذلك لن تتمكن أي جهة من استغلال الأفراد لغرض زعزعة الأمن القومي للدولة، وذلك بوجود وعي مجتمعي وقوة في المشاركة الشعبية في النظام السياسي وجودة التعليم والصحة عالية بدورها ترفع درجة الوعي لدى المجتمع، وكذلك توزيعا عادلا للدخل يخفف الضغوط الاجتماعية ويقلل العنصرية الفردية، على عكس التركيز على تقييد الحريات المدنية التي تعد مدخلا واضحا يتم استغلاله في بث الفتنة وخلق الحروب وزيادة الضغوط الاجتماعية. شكرا لك. تعزز الأمن القومي سواء كان ذلك في الأمد القريب أو البعيد. شكرا لك. شكرا. إذن نشكر نائب زعيم المعارضة المتناظرة هناء على الإدلاء بخطابها في زمن قدره. كوتش حمدوني، 37 ثانية. إذن في زمن قدره 7 دقائق عفوا و30 ثانية. والآن نكون قد استمعنا إلى الخطابات الافتتاحية في نص هذه المقولة، ونصل الآن إلى الأدوار الختامية والاستماع إلى الخطابات الختامية في هذه المقولة، والتي نؤكد مرة أخرى ونعيد نص هذه المقولة يقول: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات. مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات. نستمع الآن إلى أولى الخطابات الختامية في فريق الحكومة، فليتفضل. السلام عليكم، تسمع فيها؟ أجل سيد صقر، نحن نستمع لك جيدا، تفضل بإلقاء خطابك في زمن قدره 7 دقائق و15 ثانية. تمام. عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان، هذا ما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي في فريق الحكومة وزملائي وأصدقائي في فريق المعارضة، سادة الحكام ومستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه المناظرة. نحن هنا اليوم يا سادة نناظر في قضية ونصها: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية؟ دعوني في البداية أفند ما قالته عضو المعارضة أو نائب عفوا زعيم المعارضة عندما قالت ما أن ضربت مثال ما حدث بالوطن العربي في أحداث وتقصد الربيع العربي من تقييد للحريات. يا سأنستي أن هنا يا سادة أن نلاحظ أن أكثر ما يميز العالم الغربي عن العالم العربي تحديدا، أتحدث عن العالم الوطن العربي، هو سن القوانين التي تحمي الدول والفرد، وبالتالي لا الدولة تستغل غياب القانون بقمع حرية التعبير، ولا الأفراد يستغلون غياب القانون لخدمة أغراضهم الشخصية باسم الحرية. من المسلم عالميا أيها السادة مرفوضة، أيها السادة، أن الحق في حرية التعبير هو حق إنساني أساسي له أكبر قدر من الأهمية. حرية التعبير هي مفتاح الإنسان لحقوقه الأساسية وكرامته. في الوقت نفسه من المتعارف عليه عالميا أن هذا الحق ليس حقا مطلقا كما جئناكم به في خطاباتنا، كما جئنا به في بداية حججنا، وأن كل ديمقراطية أسست قيودا على حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق ذلك بأمنها القومي. تاريخيا يا سادة، عفوا سأتحدث أنا هنا عن الجانب السياسي. تاريخيا يا سادة، كثيرا ما استخدمت الحكومات الأمن القومي للحد من حرية التعبير، وقد لعب القضاء دورا رئيسيا في معالجة هذا التوتر وحله من خلال ممارسة التوازن بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وفق شروط ومعطيات معينة. العهد الدولي يا سادة لقد سمح بالحقوق المدنية والسياسية ببعض القيود على الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير شريطة أن يحدد القانون هذه القيود لخدمة هدف مشروع معين كحماية الأمن القومي.
فالمادة 19 لا تضع قيودا على حرية التعبير، إنما تحدد الشروط التي بموجبها تقييد حرية التعبير بشكل مشروع. وقد نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن الشروط التي يمكن بموجبها تقييد حرية التعبير بشكل مشروع وقانوني هما شرطان، أولها احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي. يا سادة، هناك ثلاثة أنواع من الخطابات التي قد تؤثر على الأمن القومي بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، هو خطاب الكراهية وخطاب التحريض والكلام المسيء. فبموجب القوانين الدولية حرية التعبير قد تعد تحريضا في حال كان المتحدث شخصا قد شغل منصبا رسميا في السلطة. وهنا نتساءل يا سادة، هل الذي هنا نتساءل يا سادة عفوا مرفوضة، هل الذي قام به جمال خاشقجي بمهاجمة الدولة السعودية على صحيفة أجنبية قانونيا لا أحد ينكر أن ما حدث عفوا مرفوضة لا أحد ينكر أن ما حدث، قد يقول قائل أن ما حدث لخاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا هي جريمة، نحن نؤكد أنها جريمة بشعة وسيعاقب من ارتكبها بأشد العقوبات، ولكن ماذا عن المخالفات القانونية التي مرست أثناء عمله في جريدة واشنطن بوست؟ هل يعد هذا عملا صحفي وحرية التعبير؟ جمال خاشقجي يا سادة لم يكن مجرد صحفي سابق في بلده أو رئيس تحرير سابق، بل عمل منذ عام 2004 مستشارا إعلاميا للأمير تركي الفيصل السفير السعودي في لندن، ومن ثم في واشنطن، ومن ثم كان مديرا للاستخبارات السعودية. كما أن تغطية للحرب في أفغانستان لم تكن مجرد تغطية إعلامية أو تغطية صحفية بقدر ما كانت استخباراتية، أي أن هناك أسرار دولة في جعبته. فلو نظرنا إلى ما تم فعله بجمال فهنا فهذا يدخل في عدة خروقات قانونية، أهمها قضايا تسريب معلومات، خيانة الأمن الوظيفية، التآمر على نظام الحكم، التجسس لصالح أطراف معايدة عفوا مرفوضة معادية كتركيا وقطر، إثارة الفتن وتفتيت المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي. يا سادة، نجد أن أكثر أو أن كثير من الدول الغربية سنت قوانين تنظم حرية التعبير لخدمة الأمن القومي، وهذه القوانين يركز عليها في حال الاضطرابات والصراعات والحروب. نعلم ما حدث في قضية مقتل الشخص الأسمر في أمريكا، فما حدث من مظاهرات، وأمريكا تلك الدولة الديمقراطية التي تدافع أو هي أم الديمقراطية أم الحريات التي تدافع عن الحرية وتقييد ومنع تقييد الحريات، نراها تلك الدولة نفسها تقف ضد هؤلاء المتظاهرين عفوا. لماذا؟ عندما وصل الامر الى الامن الوطني نجد اليوم لا توجد هناك تقييد، لا توجد هناك حقوق للانسان. اننا تقليدا لما جاءت به نائب زعيم المعارضه عندما ضربت مثال بالعالم العربي، للاسف اننا نحن لا نجد مثل هذه الاستراتيجيات الاعلاميه في الدول العربيه، مع انها مرت باضطرابات كثيره واختراقات امنيه كثيره خاصه بعد الربيع العربي وازمه قطر. ان تجريم حريه ان تجريم عفوا حريه التعبير في مثل هذه الظروف تعد مشكله من وجهه نظر القانون الدولي، اذا لم تكن منصوصه بشكل قانوني وواضح، لانها قد ينظر اليها الى انها تقييد لحريه التعبير، وهذا للاسف هذا الفخ الذي حاول فريق الخصم ان ياخذنا اليه، باننا نحن اذا قيدنا تلك الحريات حريه التعبير فنحن بذلك ضد الحريات. نحن يا سادة لا نقيد الحريات، لكن كما قلت لكم في بدايه خطابي وكما جئنا به من بدايه المناظره وكل الحجج التي تكلمنا عنها، نحن لسنا ضد حقوق الانسان، نحن لسنا مع التقييد بشكل، لكن وضحنا لكم متى يكون ذلك التقييد. كما جئتكم به بخطابي من الجانب السياسي تحدثت بان ضربت لكم دليل، والدليل الذي جئتكم به وما حدث لجمال خاشقجي، وعندما اثار تلك الضجه الاعلاميه، عندما راينا القنوات الاعلاميه تتغنى بانها انه تقييد لحريه التعبير، لانه تقييد لحريه الاعلام، ولكن لو نظرنا الى حقيقه الموضوع او جوهر الموضوع فنرى بان جمال خاشقجي لم يكن مجرد صحفي، وكما اتيتكم به في خطابي. وقد يقول قائل كما قال احاول ان فريق المعارضه عندما تحدث عن الربيع العربي والوطن العربي، نحن للاسف اليوم لا يمكن ان نقارن الوطن العربي بالوطن بالعالم الغربي، فالعالم الغربي كما قلت هو من سن تلك القوانين، ولكن هناك حقوق لحريه الانسان تقيد في ظل ظروف معينه وفي اشياء، وكما في ظروف معينه كما جئناكم بها. تحدثت انا عن الجانب السياسي واتيتكم بادله واضحه.
شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. إذا نشكر عضو الحكومة المتناظر صقر عبد الله على الإدلاء بخطابه في زمن قدره. سيد حمدوني كان 7:18 الثانية. إذا في زمن قدره 7:18 ثانية. شكرا لك سيد صقر عبد الله. وأدعو الآن إلى عضو المعارضة للإدلاء بخطابه فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا المتحدثة الثالثة من فريق المعارضة. أؤكد وبشدة معارضة ومعارضة فريقي لإيمان المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. أتى زملائي بحجج وسأتي أنا بحجة أخيرة توضح موقفنا، ولكن قبل أن أمر على حجتي دعوني أمر على ما جاء به الفريق الموالي، حيث أن هناك الحقيقة كثيرة مما يفند، ولكن دعوني أبدأ بما جاء به متحدثه مثالث اختصارا للوقت. حيث بداية بدأ خطابه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان، وهذه في الواقع مقولة لا أدري كيف تصب في صالح. حقوق الإنسان لا تشمل فقط الحقوق المدنية إن لم تكن تعنت، فهي تشمل أيضا الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أنت تريد هنا تعطيل جميع حقوق الإنسان فقط من أجل مخاوف الأمن القومي. سأرد عليك وأبين لك في سياق حجتي كيف أن الأمن القومي لا يمكن أن يتحقق دون هذه الحقوق، أو أن الدول فقط تستغل هذا المصطلح كذريعة. أيضا تحدث وقال بالحرف الواحد نحن لا نقيد الحريات. في الواقع النص يقول أنكم توالون تقييد الحريات، لا أعرف موقفك، فأنت نقضت موقفك في العديد من الاستدلالات ومنها جمال خاشقجي. في الواقع مهما حاولت أن تضع لهذا الاستدلال من مبررات فهو ضدك وليس معك ويناقض موقفك تماما. جمال خاشقجي وإن كان صحفيا وإن كان مخابرات وإن كان لا أدري ما جميع الاستدلالات التي أتيت بها، في الواقع الموقف العام وموقف الأساسي هو أن الحكومة قامت بقتل شخص لأنه انتقد سياسة الحكومة أيا كان هذه الأمر. ولكن دعنا ندع جمال خاشقجي على جنب إن كان لك رأي مغاير فيه. سجون السعودية مملوءة بجميع بعديد من سجناء الرأي السعوديين، حدث ولا حرج، أستطيع أن أذكر الأسماء من الآن وإلى غد، وجميعهم من يمكن من المعتقلون في سجون الرأي السعودية أو أغلبهم في الواقع ليسوا سياسيين، وإنما هناك منهم شيوخ وما إلى ذلك. دعوني الآن آتي إلى سياق الحجة وسأرد على بعض التفنيدات خلال هذا السياق. لماذا الحريات دعوني أولا أعيد وضع تأصيل القضية وأراجع الخطوط العريضة لها. لماذا الحريات المدنية موجودة؟ الحريات المدنية موضوعة لضمان الحياة الكريمة للمواطنين ولحماية المواطنين من الحكومة، فهي تضع حدودا للحكومة حتى لا تسيء استعمال قوتها أو تتدخل في حياة المواطنينها بشكل سلبي. أعتقد أن هذا وحده يكفي لنعرف لماذا لا يجب تقييدها. نحن لا نقبل اتخاذ الأمن القومي ذريعة ومبررا لتقييد الحريات من قبل الدول، لأنها غالبا لا تكون فقط إلا حجة واهية تستعملها الدول لتكميم الأفواه والقضاء على معارضيها. وقد ذكرت زميلتي المتحدثة الأولى من فريق المعارضة الافتتاحية مثال مصر، وذكرت أنا أيضا مثال السعودية. فهذه الدول تكون دولا ديمقراطية فوق الطاولة وتحتها هي دكتاتورية شمولية مستبدة. يقال إن هذا التقييد هو لحماية المواطنين، وما هو إلا لحماية أنفسهم ولحماية أمن سلطتهم، وهذا مما لا يخفى على أبد، فهو ديدن الحكومات أغلبها إن لم يكن كلها. والنظر إلى سجناء الرأي في المعتقلات حول العالم يكفي لنستدل على ذلك. نحن نعلم أن الشعب رقيب الحكومة، ونعلم أيضا أننا في زمن الحكومات الفاسدة فيه أكثر من الصالحة، هذا إن كانت توجد حكومات صالحة أصلا. إن قامت الحكومة بتقييد حرية الشعب من حرية تعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحرية الخصوصية وحرمة السكن وغيرها مما ذكر، فماذا بقي المواطنين من صوت؟ دعونا لنذهب بعيدا ولنأخذ أصغر وأقرب مثال لنا جميعا. نذكر المظاهرات التي بدأت قبل شهر في العاصمة طرابلس. فرضت حكومة الرفاق حظر تجوال بدواعي صحية، اتخذت من الوباء ذريعة وأنها تحمي المواطنين منه، ولكن أظن أن الغاية منه واضحة للجميع. قبل أن أنتقل إلى النقطة التالية، هناك نقطة واجبة التوضيح. نعم، نحن لسنا في المدينة الفاضلة. كما تسيء الحكومة استغلال ذريعة الأمن القومي، قد يسيء المواطنون استغلال ذريعة الحريات المدنية، أليس كذلك؟ هذا ما قد يقوله فريق الحكومة. ولكن أعود بهم هنا إلى معنى كلمة حق قانونيا، فالحق يشمل الممارسات التي لا تتعارض مع القانون أصلا، بالتالي إن أسيء استخدامها فهي تخرج عن إطار الحريات المدنية لأنها تعارضت مع القانون، بالتالي تخرج عن سياق مناظرتنا. مثلا
من ضمن الحريات المدنية حق التظاهر السلمي. هذا ليس حق، هذا حق ليس لا يمكن لأحد تقليده. عندما يصير التظاهر تخريبا وقتلا واعتداءا لا يعود شيئا تسمح به الحريات المدنية، فهو بالتالي يخرج عن سياق ما نتحدث عنه. فبالتالي هنا علينا أن نفرق، وهذه نقطة مهمة. وهذا مما جاء به المتحدث الثالث حيث ذكر خطاب الكراهية والخطاب المسيء على أنها من ضمن الحريات. هذه ليست من ضمن الحريات، عندما تتعارض مع القانون الدولي فهي تخرج عن إطار الحريات المدنية. نحن لا نتحدث عن كلمة الحرية مجردة، وهذه مغالطة يجب أن نتجنبها جميعا. نحن نتحدث عن الحريات المدنية التي وضعت في بنود محددة اتفق عليها العالم بالمعاهدات الدولية والمواثيق، والتي وضعت أساسا بما لا يتعارض مع القوانين الدولية وبما يضمن سلامة الجميع، ولا تترك مجالاً لاستبداد الحكومات وما يخرج عنها هو شيء آخر. الأمر المهم الذي يجب أن ننتبه له جميعاً هو أن الأمن القومي الذي يتذرعون به لن يتحقق ولن يكون كاملاً إلا بتحقق الحريات المدنية للمواطنين. كيف ذلك؟ دعونا أولاً لا نتعامل مع الحريات المدنية على أنها والأمن القومي خطان متوازيان لا يلتقيان مهما امتد، بل على العكس، هي نتائج مبنية على بعضها. الحريات المدنية جزء من الأمن القومي، لا يتحقق الأمن القومي إلا بتحقيقها، ليست مضادة ولا مقابلة له. وهذا رد على زميلي المتحدث الثالث، حيث أن تقييد الحريات خصوصا إن كان لمصلحة الدولة على حساب المواطنين يولد شعوبا مقهورة، والشعوب المقهورة تكره الحكومات وتثور عليها وتؤدي بها للاتجاه إلى طرق عنيفة لاسترداد ما سلب منها. والعنف لن يولد إلا دوامات من الصراعات ويعيق التطور ويلقي بالدولة كلها في غياهب لا ندري أين قاعها، بينما في المقابل لا ينبع التغيير والإصلاح إلا من تحقق الحريات. أولى خطوات الإصلاح هي توفير أجواء الحرية لهم حتى يستطيعوا أن يتحركوا وأن يفكروا وأن يريدوا، أن لا تقيد حرياتهم تحت مبررات واهية. الحرية تحقق الوعي وتشغل عجلة الفكر، وبالتالي الدفع بالدولة نحو التطور. لماذا؟ لأنها تعطي الشعب شعوراً بالأمان، والأمن يوفر البيئة اللازمة لكل هذا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم للأمن القومي قائمة دون تحقق الحريات المدنية، فشعب غير مؤتمن على نفسه وحريته لن تأمن أبدا حدوده وحكومته. وشكرا لكم على حسن استماعكم. إذن نشكر عضو المعارضة المتناظرة آية بوسعيد على الإدلاء بخطابها في زمن القدر كوتش حمدوني. 6 دقائق و45 ثانية. 6 دقائق و45 ثانية. كل الشكر لك على الإدلاء بهذا الخطاب. والآن بعد أن استمعنا إلى الخطابات الافتتاحية وأيضا إلى خطابي عضو الحكومة وعضو المعارضة، نصل الآن إلى الاستماع إلى آخر الخطابات في هذه المناظرة. وفي نفس القضية الذي يقول يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية، يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. ونبدأ الآن مع عضو الحكومة الفعالة والمتناظرة غادة الكاديكي لتلخص لنا هذه المناظرة من وجهة نظر فريقها، فلتتفضل. سيدة غادة، المتناظرة غادة، إن كنت في الاستماع حان الآن دورك. جلسة السادة الحكام الأخوة الزملاء تسمعي في أخوة؟ استمري غادة. نعم استمري غادة، نحن في الاستماع. نعم نستمع إليك. الأخوة الزملاء من المعارضة والحكومة، أسعد الله مساءكم. جئنا اليوم نتناظر حول نص قضية مفادها يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. سأتحدث هنا اليوم عن النقاط التصادم التي صادمنا بها مع فريق المعارضة بصفتي عضو للحكومة الفعال. أؤكد على موقف حكومتنا الوقرة، حيث تحدثت رئيسة الحكومة عرفت المقولة. بداية قامت بتعريف المقولة وطرحت السؤال التقييد، هل هو مبرر أم لا؟
وأوضحت بأن قرار بأن المجلس سن هذا القرار نتيجة لأسباب أدت إلى تبريره، لأنه عند تركيا دون تقييد ستهدد الأمن القومي. وحرية التعبير، حدثت أيضا أن حرية التعبير من أسمى حقوق المواطن المدنية، ولكن تكون ضمن شروط مقيدة، لأن أثار الأمن القومي ليس على الدولة فقط بل أيضا على المواطن. تحدثت أيضا رئيسة الحكومة قالت وسألت سؤال: لماذا قررنا؟ مداخلة؟ السيدة غادة، غادة لو تستمعين لنا، فقدنا الاستماع إلى خطابك، هل تستمعين لنا الآن غادة؟ المايك عندك مغلق يا غادة لو كنت تتكلمي. سيدة غادة، شباب هل أنتم في الاستماع لها حتى أعرف هل الإشكالية لدى الجميع أم لدي؟ أيوة أميرة، تسمعي فيها كوتش؟ ألو، تو حاليا نسمع فيك تو يا غادة، تو نسمع فيك، نعم تو نسمع فيك يا غادة، نعم. ألو كوتش، جعص نسمع فيك تو يا غادة، نسمع فيك. ألو تسمع؟ تحدث أيضا رئيس حكومتنا وسأل لماذا قررنا، لماذا قرر هذا المجلس أن يصدر هذا القرار؟ لأن الحريات المدنية قانونية تعتبر حريات نسبية وليست مطلقة، وكان القانون في صفنا في الحالات التي أشادت فيها مثل حالات الأزمات والحروب، مثل ما دللت بها أيضا في المادة 19 والخامس عشر. قامت زعيمة المعارضة بإثبات عكسية موقف الحكومة، وقالت بأننا واتهمتنا بأننا نستغل في السلطة لمصالح شخصية لنا، وقالت بأن تم سن هذا القرار من المجلس لأننا نريد أن نفسد هذا التقييد لصالح السلطة. وأوضحت هناك فرق بين الضبط والتقييد، وردت عليها أيضا رئيسة حكومتنا في أخذها لدور نائب رئيس الحكومة، وقالت أيضا بأن اتهمتنا بأننا نسعى فقط للوصول مقابل التقييد، واتهمتنا أيضا بأننا نريد تكميم الأفضل، أننا نريد، سأخذك لاحقا، وأننا نريد تحويل الدولة من ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وناقضت نفسها أيضا بأنها كرهت مبدأ حرية التعبير لحقوق الإنسان. كيف عزيزتي الأغلبية ستقوم، وقالت أيضا كيف الأغلبية ستقوم بتوصيل صوتها للحكومات ولا تجعلون لهم مجال للتنافس والمعارضة؟ أختي العزيزة، إن لم تقرأ نص المقولة جيدا فعاودي تكراره وقرأيه من جديد، نحن لسنا ضد ذلك المبدأ. هذا موضح أيضا رئيسة الحكومة والنائبة رئيس الحكومة قالت، ولكن كان هذا التقييد طبقا لشروط معينة في حالات معينة ضمن مدة معينة ووقت معين، أي أنها ستزول لن تدوم طويلا. والسلطة أيضا عزيزتي، كررت نائبة رئيس الحكومة وأشاد بأن السلطة هي الأجدر وهي الأبقى، وقالت أيضا لأنها هي من تصدر القوانين وتسنها ولكن ليس المواطنين. جاءت نائبة رئيس الحكومة أيضا وتحدثت عن حالات الضرورة مثل الحرب والأزمات، يجب أن نستمع فيها إلى كل الأصوات، إذ أن القانون قد فرض في هذه الحالات الاستثنائية قوانين استثنائية، ردا على زعيمة المعارضة. لذلك نحن كحكومة لا يمكننا سماع كافة الأصوات، لأننا نحن هنا نحتاج إلى الضبط، والضبط مقصود به هنا حزم
وهذا ما أشادنا به بأن التقييد يكون ضمن شروط القوانين في حالات الطوارئ محددة المدة والوقت في حالات استثنائية. لذلك نحن لا نريد عزيزتي تكميم الأفواه. نعم السلطة هي المدركة والواعية لأن باختلاف آرائهم ونظرتهم لا يمكنهم يعني نظرات المواطنين لا يمكنهم صنع القوانين التي ربما تصل بنا إلى الهاوية في أمننا القومي. أيضا تحدثت نائب رئيس الحكومة على حرية التجمع والتظاهر من أدوات حق التعبير وهذا ما تحدثنا حرية التعبير مرفوضة. وأيضا تحدثت نائبة رئيس الحكومة على ضربت أمثلة على المظاهرات الغير سلمية التي يحدث فيها فساد لممتلكات الدولة وحرية التنقل في جائحة كورونا وقفل المطارات نتيجة للمخاوف على المواطنين وليس على أنفسنا عزيزتي هنا. أيضا جاءت نائبة زعيمة المعارضة وقالت إن عملية تقييد الحريات تصنع الدكتاتورية في حين إن أكبر الديمقراطية تضع في حدود مرفوضة. تحدثت أيضا نائبة زعيم المعارضة إن الهدف هو الركائز الأساسية وليس موضوعنا هو الحريات المدنية، وهنا خرجت تماما عن نص المقولة وتحدثت عن الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والعسكري والسياسي. وفي حديثها عن الجانب الاجتماعي تحدثت على ثورة 17 فبراير قالت هم من خرجوا التظاهر خرجوا التظاهر عزيزتي لم تكن تعلمي أنهم خرجوا من أجل التحسين والإصلاح، ولكن هذا لم نعارض عليه، ولكن الثورة عزيزتي أخذت الآن منحنيات أخرى وأخذتنا إلى هاوية وإلى أجندة مختلفة. إذا كذا وتم وضع هذه الشروط وهذه التقييد منذ البداية لما حدث وأنت الآن منا وفينا وفي هذه الدولة في ليبيا وتاري الآن ماذا ما الذي حدث. جاء عضو الحكومة وقام بدحض كل كلمة قالها زعيمة المعارضة ونائبة زعيم المعارضة وقال إن أكثر ما يميز العالم العربي عن الغربي هو سن قوانين لتحمي الدولة والفرد، وبالتالي لا الدولة تستغل غياب القانون بقمع حرية التعبير ولا الأفراد يستغلوا غياب القانون. وأوضح أن المادة 19 لا تضع قيود على حرية التعبير وإنما تحدد الشروط، والشروط حددها بنقطتين: احترام لحقوق الآخرين وسمعتهم، ثانيا الأمن القومي. قولي لي مداخلته. أنتم تتحدثون وتدللون بالقانون رقم 19، نحن هنا هل نناقش وجود القانون أم نناقش سبب وجوده؟ هذا ليس دليلا كافيا. تجدين في خطابي ما يجيبك جوابا شافيا بإذن الله. وأيضا تحدث عن من ضمن الشروط الأخرى لحماية الأمن القومي التي بموجبها تقيد حرية التعبير بشكل مشروع، وأوضح بمثال ما قام به جمال وما قام به من مخالفات قانونية، قام بتسريب معلومات للدولة وخيانة للأمن القومي والوظيفي والذي يحملنا لتهديد السلم الاجتماعي ومن ثم تحديد للأمن القومي. وأوضح أيضا أن أمريكا وهي دولة ديمقراطية على عكس ما قالته نائبة زعيم المعارضة بأنها تصنع سورية، رغم أن أمريكا الدولة وقفت ضد التظاهرات تقتل الشخص الأسمر، فأنتم نعم تجرون. شكرا لك. من أدمغتنا في الاستماع عزيزتي إن كنت في الاستماع فقد انتهى وقت خطابك. نعم لقد انتهى وقت خطابك عزيزتي، شكرا جزيلا لك على الإدلاء بخطابك. في زمن قدره كوتش حمدوني 47 ثانية. 47 ثانية، شكرا لك أيتها المتناظرة غادة. والآن نصل إلى آخر الخطابات في هذه المناظرة والتي كان نص قضيتنا فيها يقول: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. ومع آخر المتحدثين وفي هذه المناظرة والمتناظر عمر الصغير في دور عضو المعارضة الفعال، فليتفضل. كوتش أميرة. نعم معلش تنويه بسيط بس عمر بحيث انه هو بيلقي خطابه من جهازي، فياريت تشدي الوقت انت او احد الزملاء. حنكون انا ماسك الوقت باذن الله تعالى. تمام اوكي هي تفضل. اذا فليتفضل المتناظر عمر للادلاء بخطابه في زمن قدره 7 دقائق و15 ثانية. فوق صفيح ساخن من الاتهامات
تحرق حرارته المواطن. تضع العديد من الحكومات قيودها على الحريات لتطمسها بحجج وأعذار واهية تحت شماعة عنوانها مخاوف الأمن القومي. السادة الحضور، لجنة التحكيم الموقرة، كلتا الفريقين مولاة ومعارضة، أهلا بكم. نتناظر اليوم على نص القضية القائل في فحواه: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية، ونحن كفريق للمعارضة نؤكد معارضتنا ورفضنا الشديد لنص القضية. وأنا بدوري المتحدث الرابع سألخص لكم مجريات هذه المناظرة، ولكن قبل ذلك دعوني أقف معرجا على ما جاءوا به وتفضلوا به لجنة فريق الحكومة. بداية، خرجت علينا متحدثتهم الأولى رئيسة حكومتهم لتتفق معنا بأنه لكل مواطن الحق في ممارسة حرياته، ولكن يجب التقييد، فكيف ذلك يا سيدتي؟ وثم ذكرت بأنه يجب اتخاذ تدابير للتقييد في تلك الحريات. ما هي هذه التدابير؟ وما هو الرابط العجيب الذي يجبر الحكومة على تقييد الحريات ما لم تذكري سبباً واضح ومثال حي لحريات ساهمت في زعزعة الأمن القومي؟ وهذا لم نراه من متحدثهم الأول إلى متحدثهم الرابع. وذكرت أيضاً بأن تلك الحريات نسبية فلا يجب أن تمارس في حالات استثنائية. كلام سليم سيدتي، ولكنك تناقضين نفسك، وأريدك أن تجيبي: كيف تقيدون حرية من أساسها نسبي وغير مطلق؟ فبهذا تقمعون الحرية وتقتلعونها من جذورها. ودعونا نتفق يا سادة على أن الحريات المدنية هي فئة من الحقوق التي تحمي الأفراد من التعدي من قبل الحكومات، بحيث تضع هذه الحريات المدنية حدوداً للحكومة، حيث لا تستعمل سلطتها وقوتها بشكل سيء. ومن هنا نستنتج بأن الحريات ليست امتياز تمنحه الدولة للمواطن، فهو حق لا يتجزأ، فلا يوجد مبرر لذلك التقييد المزعوم، وخاصة أنكم تريدون تقييد الحريات فقط لكون الحكومة تشعر بهاجس المخاوف، حيث تبقى تلك المخاوف قيد التحديث من دون ضامن لوقوعها من عدمه. ومن ثم خرجت علينا المتحدثة الثانية، خرجت علينا بنفس المضمون من جديد، ولم نجد أي تغيير يغير من الأمر من ناحية موقفهم. ومن ثم قامت بتوضيح مفهوم التقييد لزعيم معارضتنا، زعما منها بأنها قد فسرت معنى التقييد وبيّنت أنه لا يتساوى مع معنى الضبط الذي قامت به زعيمة معارضتنا، وقالت بأن التقييد سيكون جزئي. كيف ذلك؟ بالله عليك، إذا كان التقييد جزئي والحرية من أساسها غير مطلق، إذن أنتم فعلا تستخدمون أسلوب كتم الأفواه. ومن ثم تطرقت إلى حريات اختبار الجنس، وهو حياة وحرية المثليين. يا سيدتي، إن كنت لا تعلمين فلتعلمي الآن بأن حقوق أو حريات المثليين لا يوجد أي قانون دولي أو عام يؤكد بأن هذه الحرية تعد حرية مدنية، فهناك تنازع كبير حول هذه الظاهرة، ونسفها تماما من التصاقها بمفهوم الحريات المدنية. إن المثلية الجنسية وتغيير الجنس هي حريات لم يتم تأكيدها بأنها حريات مدنية، وهي تقوم بتطبيقها بعض الدول ودول أخرى لا، فهنا لا يمكن تثبيت أنها حرية مدنية. ومن ثم تكلمت عن حقوق التجمع ولم تذكر لنا الآلية التي تريدونها لتفعيل ذلك التقييد المزعوم. ومن ثم خرج علينا متحدثهم الثالث، خرج علينا قاطعا الشك من اليقين بقوله أنه يجب أن تزاح الحقوق المدنية في ظل وجود مخاوف الأمن القومي. يا سيدي، كما وضحت لك عضو زعيم معارضتنا، الحقوق المدنية لا يتم تجزيئها أو ذلك، وهذا متناقض لما طلت به رئيسة حكومتهم التي قالت لا نمنع الحقوق ولكن نطالب بتقييد الحريات، وهذا تناقض بين ما جاء به عضو الحكومة وما أتت به رئيسة حكومتهم. ومن ثم قام بهدم أسوار القلعة التي بناها فريقه عندما قال بأن هنالك قوانين دولية تحمي الحريات المدنية وتحمي الأمن القومي. إذن يا سادة، لماذا تحتاجون إلى تبرير لتقومون بتقييد الحريات إذا كان هناك قوانين تحمي الأمن القومي وتحمي حرية المواطن في آن واحد؟ ومن ثم ذكر لنا بأنه بموجب القانون الدولي حرية التعبير تعد خطاب كراهية وتحريض للعنف عندما يكون المتحدث قد شغل منصبا سياسيا. ضعوا العديد من الخطوط تحت كلمة منصبا سياسي، واستشهد بذلك بحادثة الخاشقجي، وهذا مثال لا يمت بموقفك بأي رابط، لأنك لم تعلم بأن هذا القانون الدولي الذي ذكرته حدد السياسيين والخاشقجي صحفي. وهنا قد ارتطمت حجتك بعرض الحائط وخرجت من فحوى المضمون. والخاشقجي عبر عن حرية تعبير تخصه وتخص شأنه الخاص،
تمثله لشخصه ولا يجب تعميم فعلته على جميع الحريات. هذا إن اقتنعنا بالحادثة وبيناها كما وضحت أنت، وهناك اختلاف كبير على حادثته وحادث وقوع وفاته باختلاف. ويريدون هنا الجزم بجميع أنواع الحريات، وجميع الحريات تختلف أنواعها، فكيف تحدد حادثة الخاشقجي ومن ثم تقيد جميع الحريات باختلاف أنواعها؟ ثم خرجت علينا متحدثتهم الأخيرة، خرجت وقالت كما قال من سبقها بأن الحريات المدنية نسبية. إذن يا قوم، إذا كانت نسبية وغير مطلقة، أكرر، فلما المخافة من وجودها إن لم يكن ليس لها من الأساس البراح المتسع للانطلاق؟ وسؤالنا هنا، ما الضامن على تحقيق الأمن في حال تم تقييد الحريات المدنية التي من خلال تقييدها ستنفجر الدولة وتنشغلون إلى خط آخر ويتولد فيه الخوف على أمن الدولة؟ وحاول تفنيد عضو معارضتنا من دون ذكر أي رد واضح على ما قلناه بأن التقييد هو المبدأ الأساسي للحكومات الدكتاتورية، مرت على هذه الجملة مرور الكرام ولم تذكر أي دليل يصد حديث زميلتي. وحقيقة قد خرجت خارج سياق نفس القضية، لأنها تذكر القوانين التي تحمي الأفراد وتحمي الدولة، فما الداعي للتقييد إذن؟ وهنا أكون قد جمدت جميع أرصدتهم من الحجج لأنتقل بكم لتفعيل حجج معارضتنا من جديد. خرجنا على لسان متحدثنا الأول، وضحنا لكم بأننا نرفض الحريات التي توصلنا لخطاب الكراهية والتحريض للعنف، ولكننا نريد الضبط لا التقييد، حيث أن هذا التقييد هو تكميم للأفواه بشكل صارخ، وهذا ما وضحناه بالأمثلة للحكومات الدكتاتورية، وذكرنا مثالا صارخ أيضا لدولة مصر وما بدر منها من أعذار واهية. ومن ثم خرجنا على لسان زعيم معارضتنا، وذكرنا لكم على لسان زعيم معارضتنا بأنه كان من الواجب عليكم التركيز على الأمور الحساسة والأساسية التي من الممكن أن تمس الدولة وأمنها، بدلا من وضع المجهر على الحريات المدنية التي هي الحق الملموس للمواطن. وخرجنا على لسان عضو معارضتنا وبينا لكم على لسان زميلتي عضو معارضة بأن الحريات المدنية وجدت لحماية المواطنين، فكيف يتم تقييدها وهي الأداة لتحقيق المتطلبات المدنية؟ ووضحنا لكم أيضا بأن أي حرية مدنية مثل التظاهر السلمي فنحن لا نعترف بأي تصرفات شاذة تجاوزت الحدود القانونية، ونحن في صدد الدفاع عن كل الحريات المدنية التي هي توازي الأمن القومي في نفس المسار، فهما خطان متوازيان يوفران الإصلاح الدولي عندما تتوفر الحرية التي هي مطلع نهوض الدولة. وبهذا يا سادة تكون قد فارقت جميع حججهم الحياة حيث تقبل التعازي في نهاية المناظرة. فشكرا لكم على حسن. شكرا لك. شكرا. إذن نشكر عضو المعارضة الفعال على الإدلاء بخطابه في زمن قدره 7:18. إذن بهذا الخطاب وبالاستماع إلى هذا الخطاب نكون قد وصلنا إلى الخطاب النهائي وانتهاء الخطابات في هذه المناظرة، والتي كان نص المقولة فيها يقول: يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات المدنية. اسمحوا لي بداية أن أشكر كافة المتناظرين والمتناظرات حكومة ومعارضة على هذه الخطابات الحماسية التي أتوا بها خلال هذه المناظرة، وعلى هذه الحجج الجميلة التي استمعنا لها من خلال خطابات الطرفين. ننوه للجميع بأن هذه الخطابات وهذه الحجج وهذه الآراء التي قيلت في صلب هذه المناظرة وفي صلب هذه المقولة لا تعبر عن آراء المتناظرين الشخصية، إنما هي أدوار قد كلف بها المتناظرون من أجل أن يقوموا بها أثناء هذه المناظرة. اسمحوا لنا الآن كلجنة التحكيم أن نتداول في الحكم، ثم نعود لكم مرة أخرى بإذن الله تعالى للإعلان عن النتيجة، وأترككم الآن مع الزميل معاذ إن كانت لديه أي ملاحظات أو أن يستقبل أسئلة من الجمهور. تفضل سيد معاذ. شكرا لك أميرة وشكرا للجميع. نحب نشكر الضيوف المشاركة إن شاء الله، وعلى المتناظرين إن شاء الله على المشاركة. كان عندنا من الضيوف إن شاء الله أي حد عنده سؤال يحب يسأل المتناظرين أو المتناظرين نفسهم يحب يسألوا بعض أي حاجة، نديروا حلقة نقاش كان فيه استفسارات موجودين إن شاء الله. بخصوص الحب النوه لجميع المتناظرين إن بعت إيميل حاليا مفروض لكل وصل إيميل في لينك في رابط متاع التقييم المناظرة، لو سمحتوا كان تقدروا تخشوا بعد المناظرة، وحاليا كان فيش أسئلة من الجمهور تكملوه، هو حاجة بسيطة في شوية بيانات خاصة يعني تبوا تكملوها، وهو حيدير أوتوماتيك سيف يعني بروحه في اللينك. لو سمحتوا شوفوا إيميلكم، خشوا على الرابط، عبوا البيانات لو سمحت لأن هذا فيه إفادة لنا. شكرا جمهور. لو عند أي حد عنده أي سؤال يتفضل إن شاء الله يسأل أي سؤال إن شاء الله.
إذا ما فيش أسئلة لو سمحتوا تخشوا على الرابط، كل واحد يخش على الرابط يحاول يخش حاليا ويستكمل الاستبيان هذا. هو فقط أدت أسئلة، 5 أسئلة بسيطة. شكرا.
تسمع في استاذ معاذ؟ انا مش عارفه كل شويه يفصل ال مسافيك غدا. معاد أعتقد أميرة تواجه صعوبة في الدخول، دخلها بس لل أميرة موجودة معنا. موجودة أوكي، إذا هي نشوف فيها بس أنا في الدردشة ذكرت. تمام يلا كنت شكرا شكرا زميل حمدوني. إذا شكرا أيضا لزميل معاد الذي أدار الجلسة في غيابنا وفي تداولنا للنتيجة بيننا كلجنة تحكيم. بداية وقبل إعلان هذه النتيجة وقبل إعلان من الفريق الفائز ومن هو أفضل متحدث، اسمحوا لي مرة أخرى أن أشكر زملائي من المحكمين والمحكمات المتواجدين معي، وهما الزميل حمدوني حسن والزميلة هبة المجرحي على تواجدهم معنا خلال هذه المناظرة وعلى الاستماع إلى هذه الخطابات وأيضا على تحكيم هذه المناظرة وهذه الجلسة. اسمحوا لي أيضا بأن أتوجه بالشكر الجزيل لكافة المتناظرين والمتناظرات الذين للأمانة قد أبلوا جميعا بلاء حسنا، وقد استمعنا إلى خطابات أقل ما يمكن القول عنها بأنها خطابات حماسية وممتازة من حيث بناء الموقف والمحتوى، وهو الأمر الذي يسعدنا جدا جدا كمحكمين وكميسرين في مجال المناظرة أن نرى مستوى المتناظرين والمتناظرات يوما بعد يوم يزداد قوة ويزداد حماسا، وهذا يؤكد لنا أننا لدينا في ليبيا شباب رائع وجميل جدا في مجال المناظرة، وهذا الأمر الذي يسعدنا للأمانة. وأشكر كل الفرق حكومة ومعارضة. مناظرة أقل ما يقال عنها هي مناظرة من الطراز الرفيع في نص مقولة كان يؤمن هذا المجلس بأن مخاوف الأمن القومي تبرر تقييد الحريات العامة. كان معنا في فريق الحكومة الافتتاحية أزهر الفويرس وعائشة محمد، وفي فريق الحكومة الاختتامية غادة الكاديكي وصقر عبد الله. أما في فريق المعارضة الافتتاحية فكانت منى سمي وهناء المريمي، وأخيرا وليس آخرا في المعارضة الاختتامية آية بوسعيد وعمر الصغير. أشكركم جميعا كمتناظرين ومتناظرات على هذه المناظرة، وأعلن النتيجة بعد تداول الحكم أنا وزملائي أن الفريق الذي حصل على أعلى تصويت معنا وعلى على نتيجة جيدة ككل الفرق حقيقة في هذه المناظرة، وأن ما تميز ببعض النقاط هو فريق المعارضة الاختتامية والمتمثل في آية بوزيد وعمر الصغير، فألف مبروك آية وألف مبروك عمر. وأما عن أفضل متحدث في هذه المناظرة فقد ذهب إلى المتناظرة منى سميو، فكل الشكر لكل المتناظرين والمتناظرات الذين كانوا معنا، ونبارك مرة أخرى إلى آية وعمر اللذين تميزا في هذه المناظرة وكانت أدوارهما وخطابتهما في المستوى المطلوب كما كان زملائهم أيضا. ولكن كما تعلمون جيدا في البطولات وفي المناظرات التنافسية لابد من أن نختار من بين المتميزين من تميز أكثر ومن كان أداؤه أفضل ومن أقنعنا بحججه وبناء موقفه أكثر وأكثر. هذا ما لدي، إن كان لزملاء المحكمين هبة أو حمدوني أي ملاحظات فلهم المساحة فليتفضلا. تمام، شكرا جزيلا كوتش أميرة على كل الجهود اللي بذلتيها، وشكر خاص أيضا للحضور الكرام اللي من بداية المناظرة وهم متواجدين معنا. أيضا شكر خاص للمجلس الثقافي البريطاني على ثقته فينا وعلى أيضا اختياره أيضا للمتناظرين بشكل دقيق جدا. حاب نشكر كل المتناظرين على كل الخطابات الجد قيمة والجد ممتازة كانت، وأنا بصفتي شخصيا كمدرب بعض الخطابات، وأيضا يتفقوا معي الكوتش أميرة والكوتش هبة، اتفقنا في نفس النقطة أن بعض الخطابات التي ألقيت في هذه المناظرة تستحق أن يتم الإشادة بها في التدريبات التي تدار، التدريبات الوطنية التي تدار داخل برنامج صوت شباب المتوسط، لأن بجد كان في بناء سليم، بناء قوي، تسلسل منطقي في الحجج، في بناء الفكرة، في بناء الآراء. فنحب نشكركم شكر جميل، شكر خاص جدا 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 مننا كحكام، وشكر خاص
على كل لكل المتناظرين على المناظرة الشيقة جدا جدا. والله بأمانة احترنا أيضا حتى في اختيار الفريق الفائز وأفضل متحدث. شكر جدا خاص. شكرا لك زميل حمدوني على هذه الإضافة، وفعلا يعني نحن كنا في حيرة من أمرنا في تحكيم هذه المناظرة. كوتش هبة، هل أنت في الاستماع إن كانت لديك أي ملاحظة أو إضافة؟ يعني نسمع فيك أميرة، بس حابة نقول كلمة نشكر فيها كل المتناظرين اليوم. أنا عارفة رغم التحديات الصعبة اللي قاعدين فيها، الإنترنت ضعيف زي مقطوع معظم المدن بلاك آوت، ولكن قاعدين مستمرين ومستمرين بشغف. أنا الشغف هذا جدا شيء إنسبايرينج لي شخصيا، ورغم الظروف والظلام اللي إحنا قاعدين فيه، ولكن أنتوا جد ناس تنوروا في العتمة اللي إحنا قاعدين فيها. نشكر كل المحكمين اللي معايا، شكرا معاذ انك تخلي في جميع العراقيل سهله بالنسبه لنا، وكل متناظر اليوم انتوا ابدعتوا، استمروا، قاعدين تميزوا مش بس وطنيا ولكن قاعدين تميزوا اقليميا، استمروا وشكرا لادائكم الرائع. شكرا لك كوتش هبة، أؤكد أيضا شكري لكافة من يستمع لنا في هذه المناظرة من الحضور الكريم خارج إطار المناظرين والمناظرات والمحكمين والمحكمات. أيضا شكرا معاذ على هذه المناظرة، وشكرا للمجلس الثقافي البريطاني على إتاحة هذه الفرصة للشباب الليبي من أجل التعبير عن آرائه في قضايا مهمة وجدلية كالقضية التي كان فيها نص المناظرة لهذا اليوم. أشكركم جميعا على حضوركم هذه الجلسة وعلى تحديكم لظروف الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي وتواجدكم وانضباطكم معنا خلال هذه الجلسة. شكرا جميعا. معاذ الكلام.